مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه. بدايه حلقه جديده السادسه، تحياتي ليكم. والبدايه مع كاس العالم تحت شعار لا جديد يذكر، كله من جوه المنهج، مفيش حاجه جت من بره المنهج، وانتهى زمن المفاجات والمغامرات. نتائج منطقيه، نتائج متوقعه لماتشات دور ال 16. طبيعي جدا ان هولندا تتاهل لمواجهه الارجنتين، والبرازيل لمواجهه كرواتيا، وفرنسا لمواجهه انجلترا. وتبقى المباراتين الاخيرتين النهارده طبعا، عندنا كل التمنيات طبعا لاشقائنا اسود الاطلسي المغاربه في مواجهه الماتادور الاسباني منتخب اسبانيا، وعندنا طبعا المباراه هتكون الاخيره مباراه البرتغال في مواجهه سويسرا. المنطقي والمتوقع لو هنمشي على نفس الطريقه يبقى اسبانيا في مواجهه البرتغال في المباراه الاخيره في دور الثمانيه، نتمناها المغرب في مواجهه البرتغال، هكذا نتمناها. والحقيقه بعد شوط اول اعتقد ان المغرب قريب، مش بعيد قوي، الفوارق مش باينه قوي في الملعب، وكاد المنتخب المغربي انه يسجل هدف تقدم في نهايه الشوط الاول، لكن يعني هنخليها رعونه التعامل مع فرصه مؤكده منعت المنتخب المغربي من التقدم في مواجهه المنتخب الاسباني. لكن في النهايه مباراه 50-50 من الشوط الاول، اوريدي للشوط الاول مباراه تحتمل اي نتيجه، سواء فوز المنتخب الاسباني، وده منطقي وطبيعي عشان محدش يزعل، وقلوبنا كلها برضو بالمناسبه مره تانية مع المنتخب المغربي، او عمل المنتخب المغربي، هتكون المفاجاه الوحيده في دور ال 16 تفوق المنتخب المغربي على المنتخب الاسباني، وخصوصا وده الحلو في الموضوع انه هيبقى بعد كده هيواجه المنتخب البرتغالي اللي بشوفه يعني اضعف حلقه في المنتخبات اللي تاهلت، اضعف من المنتخب الارجنتيني اكيد، اضعف من المنتخب البرازيلي، اضعف من انجلترا، اضعف من فرنسا، فبالتالي فرص المغرب هتكون كبيره جدا انها توصل للمربع الذهبي او للدور قبل النهائي. هنقرا مع حضراتكم مواجهات دور الثمانيه، خصوصا ان كلهم ينطبق عليهم فكره انها ماتشات او مباريات نهائي مبكر. هولندا في الارجنتين، برازيل في كرواتيا، انجلترا في فرنسا، اسبانيا او المغرب في مواجهه البرتغال، اعتقد انها كلها ماتشات تليق بمباراه نهائي كاس عالم. لكن هنشوف الكره رايحه بينا لفين، والنهارده طبعا لازم بالتاكيد نعدي على نادي الاهلي ونطمن على اللمسات الاخيره لفريق الكوره اللي بكره ان شاء الله باذن الله عنده مواجهه مهمه جدا وصعبه جدا في نفس الوقت لمواجهه غزه المحله ان شاء الله في تمام الخامس. خلينا نبدا عناوين حلقتنا النهارده قبل ما ندخل في التفاصيل. الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر لمواجهة غزل المحلة. كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل انطلاق الميران. أيمن أشرف ينتظم في التدريبات الجماعية. ولوفرين يوضح كيف استفزه محمد صلاح بعد فوز كرواتيا على اليابان. مدرب كبير مرشح لخلافة هانس فليك في تدريب المنتخب الألماني. طيب النهارده طبعا تمرينة أخيرة قبل ماتش بكره، ماتش في الجوله السادسه طبعا في بطوله الدوري. لعبنا اربع ماتشات، كان لينا مباراه مؤجله امام الاتحاد من الجوله الرابعه نلعبها بدايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، لكن دي مباراه الجوله السادسه. قلت لحضراتكم طبعا ملعب فرقه المحله طبعا قدام الاهلي وخصوصا على ملعبها بيبقى ماتش دايما صعب، والحقيقه اللي يزود شويه من صعوبه المباراه بكره انت بتتكلم على يعني مباراه بين متصدر الجدول ووصيف او تاني جدول الترتيب. الاهلي علامة كاملة 12 بونت، المحلة 3 فوز 1 تعادل 10 بونت ورا الأهلي على طول في المركز الثاني، فالمحلة بكرة بيلعب الحقيقة جيم، هيكون جيم صعب، جيم صعب، وفي نفس الوقت أنت كأهلاوي مستني بكرة عودة بعض الأسماء ومعاها عودة نفس مستوى الأداء ما قبل فترة التوقف، لأن الحقيقة الشكل والأداء اللي ظهر بيه الأهلي في الماتشين رغم نجاحه في الفوز على المقاولين في بطولة الكأس و الفوز في المباراة الأخيرة على الطلائع، والطلائع برضو من الماتشات دايما اللي متعودين انها خلاص بقت كده في فرق تبقى عارف ان المباراة دي يعني ماتش صعب. لكن في النهاية ان شاء الله بإذن الله مهم مكسب بكرة جدا، تحافظ على الصدارة، تبعد عن كل الفرق اللي بتنافسك، وخصوصا انه أغلب المنافسين بيتعثروا يعني في تعثرات كده في بداية البطولة، فمهم جدا انك انت تحافظ على الفوارق دي وتكسب، ده هيصدر التوتر والضغط أكتر للفرق اللي بتحاول انها تطارد النادي الأهلي أو تنافس النادي الأهلي على البطولة. النهاردة كانت تمرينة الظهر وبعدها على طول اتحرك الفريق لكفر الشيخ تحديدا الساعة 3 عشان ينزل في فندق الإقامة، فندق بيبعد عن الملعب حوالي نص ساعة و35 دقيقة تقريبا، وبإذن الله إن شاء الله يمكن على مدار الحلقة هنعلن لحضراتكم قائمة النادي الأهلي اللي اختارها مارسيل كولر للسفر.
لو طلعت طبعا، لو لحقناها على مدار حلقه النهارده. يمكن الراجل اشتغل طبعا كالعاده محاضره فنيه في بدايه التمرين، وبعد كده جزء خاص بالتمرين البدني ظهر فيه اللعيبه كلهم بشكل جيد. اعتقد في بعض الاوراق اللي ممكن يراهن عليها مستر كولر في ماتش بكره، في بعض طبعا الاسماء اللي هتستبعد. طاهر طبعا هيغيب فتره مش قليله، هنستنى عشان لانه في كلام كتير على اصابه طاهر، لكن هتستغرق قد ايه عودته لسه لم يتم تحديدها بشكل نهائي. بعد ايمن اشرف بيرجع بكره ان شاء الله ويشارك في التمرينات، علي معلول جاهز ان شاء الله لمباراه بكره، من الاسماء المهمه جدا عودتها. فبالتالي يعني ان شاء الله الاهلي يستعيد جزء من 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 رونقه اللي افتقدناه على مستوى النتائج. خلينا نقول انه الراجل ماشي كويس جدا جدا جدا، وخصوصا انه الماتشين اللي فات ظروفهم صعبه، ماتشين جايين بعد توقف، واي توقف بيأثر على مستوى اي فرقه، وخصوصا لما يكون الكيرف بتاعها قبل فتره التوقف في يعني في مستوى عالي. فالتوقف مع غيابات اسماء مهمه جدا بدأت الموسم بشكل قوي جدا في الماتشين الاخيرين اكيد اثروا، كون انها مباراه مهمه في بطوله كاس ليها صعوبتها مع فريق محترم زي المقاولين، والطلائع حضراتكم عارفين فرقه برضو محترمه، وكابتن يوسف عامل شغل معاهم كويس قوي قوي بصراحه. وبالتالي يحسب للاهلي انه قدر يحافظ على العلامه الكامله في مشواره. اروح لكاس العالم مع حضراتكم، هاجي للاهلي والمحله بالتفصيل والشكل اللي ممكن يخوض بيه الاهلي مباراه بكره، لكن خلينا اروح لداين لوفرين. طبعا صديق مقرب جدا من صلاح في فتره لعبه في ليفربول، واتكلم الحقيقه بعد ما نجحت كرواتيا في انها توصل لدور الثمانيه بعد طبعا مباراه صعبه جدا قدام اليابان اللي فرطت الحقيقه فرصه ذهبيه، لكن اتكلم على محمد صلاح وانه بعد فوز كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح في دور ال 16 يمكن كان مباراة انتهت طبعا بالتعادل اللي ما تابعهاش، يعني المنتخب الياباني عمل جيم كويس جدا جدا وارهق الحقيقه كرواتيا بشكل كبير، ونجح في ان هو يتقدم وتعدت مع كرواتيا بعد كده 1-1، لكن انتهت المباراه بعد الاشواط الاضافيه بنتيجه بضربات الترجيح لصالح الفريق الكرواتي. طبعا لوكا مودريتش، كوفازيتش، كراماريتش، يعني الحقيقه يمكن منتخب ما تنساش برضو ان كرواتيا وصيف النسخه قبل الاخيره من بطوله كاس العالم، وعندها مباراه صعبه جدا مع المنتخب البرازيلي اللي من وجهه نظري المرشح لغايه اللحظه هو المرشح الاول، فرقه محترمه جدا 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 من البطوله، فعنده سكواد محترم، فرقه فايقه، الكره الجماعيه في اعلى مستوياتها، الحاله الفرديه لمعظم عناصرها في اعلى مستوياتها، فتراهن. لو ان كاس العالم ما بيحتملش رهان ولا توقعات، بس انا شايف انه اكتر فريق جاهز لحصد اللقب هو المنتخب البرازيلي. بعد ماتش امبارح لوفرين قال انه بعد انتهاء المباراه كتب بعض النجوم في كرواتيا انه كرواتيا كانت هتتاهل بالطريقه دي عن طريق ركلات الترجيح، وقال احنا يعني على لسان لوفرين بيقول احنا محتاجين ان احنا نعاني، ان احنا نتعب شويه، لكن من غير معاناه مفيش مكافاه. وقال انه المنتخب الكرواتي اظهر للعالم كله انه واحد من افضل المنتخبات اللي بتشارك في البطوله وتاهل بالفعل لدور الثمانيه، وانه وصولهم للنسخه الاخيره، نهائي النسخه الاخيره قدام فرنسا، ما كانش مجرد صدفه او ضربه حظ. وقال طبعا، وهنا جاب بقى سيره ابو صلاح، قال انه محمد صلاح اللي قال لي انتوا تاهلتوا بركلات الترجيح يعني، لكن هو شايف طبعا من وجهه نظر لوفر انه الموضوع ما فيهوش حظ، وانه وانا الحقيقه ما بشوفش حظ، دايما بشوف انه التوفيق بيجي دايما للمجتهد. طبعا ليفيوكوفيتش حارس مرمى المنتخب الكرواتي هو السبب الرئيسي في التاهل، نجح في التصدي لثلاث ضربات ترجيح، وبالتالي فازت كرواتيا على اليابان. عندنا النهارده ماتشين، ماتش بتدور احداثه حاليا طبعا المغرب و منتخب اسبانيا، وما زالت النتيجه حتى اللحظه 0-0. اللي ما بيتابعش المباراه، عندنا بالليل المنتخب البرتغالي في مواجهه سويسرا، والفايز من الماتش ده هيواجه الفايز في الماتش ده في دور الثمانيه. ففي جميع الاحوال مباراتين مهمين جدا، واعتقد ان البطوله من الدور اللي جاي من دور الثمانيه هتشهد لقاءات في منتهى القوه ومنتهى الروعه. فاصل ونرجع لكم في السادسه. بذكريات بوينس ايرس 78 نهائي بطولة كأس العالم اللي جمعت بين منتخب الأرجنتين ومنتخب هولندا، لقاء بيتكرر المرة دي، بس طبعا المباراة المرة دي في دور الثمانية، عشان كده قلت لكم انها واحدة من الماتشات اللي تستحق انها تاخد لقب النهائي المبكر. طاحين الهولندية في مواجهة التانجو الأرجنتيني، لمن تكون الغلبة؟ خلينا ناخد رأي
ساني سيلاي نجم واحد النجوم طبعا منتخب هولندا ونادي اياكس امستردام، ضفنا في السادسه من خلال فيديو كونفرنس. بدايه طبعا نشكره ونقول له اهلا وسهلا على شاشه الاهلي، اهلا وسهلا بيك. يعني خليني اقول كده او الخص مشوار المنتخب الهولندي سلولي بات شورلي. نجح المنتخب الهولندي في الوصول لدور الثمانيه، ازاي شفت مواجهات المنتخب الهولندي في البطولة سواء في دور المجموعات أو في دور ال 16 في مواجهة المنتخب الأمريكي، وتقييمك لقيادة لويس فان جال لمنتخب الطواحين؟ شكرا شكرا جزيلا. التقييم العام حتى الآن هو الأداء كان جيدا جدا. كما رأينا أن الجماهير لم تكن راضية بعض الشيء في دور المجموعات عن أداء اللاعبين، ولكن الأمر الأهم كان الفوز، كان الأهم هو الفوز، ولكن بالطبع يهمنا الأداء الجيد. في المباراة الثانية كان الأمر أكثر إمتاعا، الأمر كان مختلفا، كان أكثر من الطبيعي، ولكننا توقفنا عن نزيف النقاط. الفريق استطاع أن يعوض وأن يتقدم في المجموعة، ومن بعد كانت المباراة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وكانت أفضل من دور المجموعات، ولكن المباراة القادمة ضد الأرجنتين هي لقاء صراع قوي جدا، وأعتقد أنني سأجلس يوم الجمعة لأشاهد المباراة وأنظر كيف سيؤدي الفريق الهولندي ضد الأرجنتين. طيب يعني خلينا نتفق أنه كل النتائج اللي حققها المنتخب الهولندي لغاية دلوقتي في كأس العالم هي نتائج منطقية وطبيعية جدا. طبيعي جدا أنه يتأهل عن مجموعة بتضم معاه السنغال والإكوادور والمنتخب القطري، وطبيعي أيضا ومنطقي جدا أنه يتأهل لدور الثمانية على حساب المنتخب الأمريكي، حتى لو قدمت أمريكا أو قدم المنتخب الأمريكي عروض قوية جدا في البطولة. لكن كتير بيشوف أنه البداية الحقيقية والاختبار الحقيقي والصعب في نفس الوقت للمنتخب الهولندي هيكون في مواجهة الأرجنتين. إزاي بتشوف أو بتقرأ المواجهة، وإيه فرص المنتخب الهولندي في التأهل على حساب واحد من المنتخبات المرشحة لتحقيق اللقب وهو منتخب الأرجنتين؟ سأبدأ بالفرص. بالنسبة ففرص المنتخب الأرجنتيني أقوى للفوز، وفي هذه اللحظة ميسي يقوم بأداء رائع، ميسي يقاتل مع كتيبة بلاده للفوز، وأعتقد أن الفريق الأرجنتيني يلعب أكثر كفريق، وفريق هولندا كذلك أدى أداء رائعا كما رأينا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون من الرائع أن نرى الفريق يدافع ضد منتخب قوي على المستوى الفني كالأرجنتين. بالطبع الفريق يستطيع أن يلعب بأكثر من طريقة، ولكن ضد الأرجنتين لديهم فقط ميسي وعشرة مدافعين، فأعتقد أن فرص منتخب هولندا قوية. هل تتوقع أو هل بتطلب وتنتظر من لويس فان جال أنه يخوض مواجهة الأرجنتين بنفس الأسلوب بنفس الطريقة بنفس التشكيل، ولا بترى أنه على لويس فان جال أنه يجهز سيناريو مختلف عن السيناريوهات اللي ظهر بها المنتخب الهولندي عشان يقدر يتجاوز عقبة المنتخب الأرجنتيني ميسي ورفاقه؟ أعتقد أن لويس فان خال سيبدأ بنفس ال 11 لاعبا الذين بدأ بهم آخر مرة، ربما سيدخل لاعبا جديدا لمنتصف الملعب، ولكني بحكم عملي معه 5 سنوات في آيكس كان مدير فني خاص بي، فأعتقد أنه لا يغير الفريق الفائز، يعتمد دائما على من يفوز، ولكن أحيانا سيكون هناك بعض الفرص لبعض اللاعبين لإجراء بعض التغييرات الفنية أثناء المباراة، لكن بشكل عام لا أظن أن هناك التغييرات الكبيرة على مستوى الفريق، ولكن هذا الأمر يعتمد على هذا الأسبوع، على الحصص التدريبية، كيف يؤدي اللاعبون، واعتقد
واعتقد ان هذا يعتمد على ما سنراه في الاسبوع القادم. يعني طبعا رغم وجود اسماء من العيار الثقيل في المنتخب الارجنتيني زي دي ماريا، زي لاوتارو مارتينيز وغيرهم من النجوم، لكن في 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 ناس كتير بتشوف انه ممكن اختزال القوى الضاربه المنتخب الارجنتيني في ليو ميسي. هل بتتفق مع وجهه النظر دي؟ واذا كانت ايقاف خطوره الارجنتين تختزل او تختزل في ايقاف ميسي، هل في لاعب من وجهه نظرك في المنتخب الهولندي قادر على ايقافه؟ نعم نعم، من الممكن بالطبع ميسي. بالطبع اجرينا بعض قمنا ببعض الخدع الفنيه اثناء ما كنا نلعب، وعندما لعبنا ضد البرازيل وكانت ضد روماريو، الجميع يعرف روماريو كان قوة ضاربة لمنتخب البرازيل وكان يلعب في برشلونة، وأعتقد المدير الفني قال لي حينما كنت مدافعا أريدك أن تراقب روماريو رجلا لرجل، فكنت خلف روماريو في كل لعبة. أعتقد أن هذا سيحدث مع ميسي في مباراة الأرجنتين القادمة. إذا استطعت أن تراقب ميسي لحظة بلحظة، فأعتقد أن هذا سيوفر الكثير على الفريق ليفوز بالمباراة، فأعتقد أن هذا سيسهل مهمة اللاعبين الهولنديين ضد الأرجنتين. فبالتالي إذا 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 قتلت ميسي معنويا، إذا استطعت أن أعبر، فبالتالي ستستطيع أن تفوز بالمباراة ضد الأرجنتين. عموما يعني وإذا مش عايز أعمل مقارنة بين الأجيال، لكن الحقيقة دايما الكرة الهولندية حاضرة في كل النسخ على الأقل اللي أنا شفتها، ويمكن من قبلها حتى. أنا ما شفتش طبعا نهائي الحلم 78 في بوينوس آيرس بين الأرجنتين وبين هولندا، شفت طبعا يعني شفت ملخصات أو شفت ملخص المباراة، لكن حتى ما قبل البطولة دي دايما هولندا بتمتلك فرص كبيرة جدا في أي بطولة بتشارك فيها، وكل الأجيال اللي مثلت الكرة الهولندية كان فيها أسماء عظيمة جدا، ورغم كده ما نجحتوش في تحقيق لقب بطولة كأس العالم. هل شايف أنه الأسماء دي حتى وإن تجاوزت عقبة الأرجنتين قادرة وجاهزة أنها تحقق لقب البطولة؟ توقعاتكم أنتوا في هولندا للجيل ده من اللاعبين؟ كما تعرف دائما نكون قريبين. كان لدينا يوهان كرويف، كان لدينا العديد من اللاعبين والنجوم، ولكنهم لم يكونوا محظوظين ليفوزوا بكأس العالم. أنا أيضا شاهدت المباراة كما ذكرت، وكان الأمر حتى اللحظة الأخيرة ضد الأرجنتين، ولكن من يعرف، تظل الفرص قائمة. بالطبع لم نفز في كل النسخ. في عام 2010 لعبنا ضد إسبانيا، وبالطبع كان الأمر قريبا، وتقريبا لعبنا ضد كاسياس فقط، ولكننا خسرنا المباراة. وأعتقد أن الأمر كذلك سيكون قريبا. دائما نكون قريبين، دائما نركز على الجانب الفني والجانب المهاري، ونركز على الفوز دائما. وحينما نلعب كفريق ونلعب كمنظومة واحدة وتحت قيادة مدير فني مخضرم كلويس فان خال، وحينما نتفق ونؤدي ما يريد لويس فان خال، فبالتالي سنفوز بالبطولة، ولكن يجب علينا أن نتحلى ببعض الحظ. صدقني أنا متعاطف جدا مع الكرة الهولندية ومع المنتخب الهولندي، لأنه منتخب الحقيقة دايما بيقدم كرة ممتعة، ومنتخب دايما بيملك على مستوى الاسكواد يعني عناصر على اعلى مستوى. نجحت فرنسا في كسر العقده بعد سنين طويله جدا وحققت لقب كاس العالم مرتين، نجحت اسبانيا في 2010 على حساب المنتخب الهولندي في تحقيق اللقب، فاتمنى ان الجيل ده يقدر يعمل او يحقق ما يتمناه وينتظره المنتخب الهولندي. بالمناسبه في لاعبين كتير لفتوا النظر، لاعبين صغيرين يمكن ما كناش نعرفهم قبل البطوله، يعني كودي مثلا واحد من اللعيبه اللي لفتت الانظار بشكل كبير، مش بس للجمهور لكن على مستوى الانديه الكبيره اللي بدات بالفعل تحركات ومفاوضات لشراء كودي جاكبو بعد البطوله او في الانتقالات الشتويه. بتشوف مين اللعيبه اللي ممكن تراهن عليهم في الجيل الحالي من المنتخب الهولندي، ورايك في انتقال كودي بعد بطوله كاس العالم؟ كما تعرف يوجد لاعبان في الدفاع، لدينا فان دايك أراهن عليه، هو
وعلى مستوى خط الوسط فرينكي ديونج. فأعتقد أني أراهن على هذين اللاعبين. وكذلك لدينا ديمفريس الظهير المدافع، لديه عرضيات خطيرة ولديه انطلاقات رائعة، وأيضا ممفيس ديباي يتقدم في العمر ويكبر، أصيب في برشلونة ويؤدي ولكن أدى بشكل رائع مع منتخب هولندا، ويجب عليه أن يلعب بشكل أقوى ليؤدي ويلعب لكامل 90 دقيقة مع منتخب هولندا. هو لاعب رائع وشخص رائع، وكما تعرف حينما يؤدي ممفيس ديباي بشكل جيد ونحرز المزيد من الأهداف تزداد فرص هولندا للفوز. وحينما كان يلعب في مانشستر يونايتد كان دائما يظهر أداء رائعا، ولكن اللاعب الذي أظهر أداء مذهلا في هذه البطولة بالفعل كودي جاكبو أظهرت الأندية الأوروبية اهتماما كبيرا بكودي جاكبو، وقد أدى أداء رائعا في هذه البطولة. وكما ذكرت أنت، فإن العديد من الأندية الأوروبية تهتم به بالفعل. هو الحقيقة يمكن الموضوع ده ممكن يكون يعني طبعا ليه أثر إيجابي على مسيرة اللاعب ومشواره في مع الكرة، وخصوصا لما يتقال انه فريق كبير زي مانشستر يونايتد مهتم جدا ودخل بالفعل في مرحله التفاوض لشراء اللاعب. لكن عموما في مرحله مهمه زي دور الثمانيه في كاس العالم، مباراه كبيره مع منتخب كبير زي المنتخب الارجنتيني، لما نسمع عن فكره عروض مش بتنهال بس على لاعبي او على نجوم المنتخب الهولندي، احنا بالاضافه لكودي طبعا عندنا دومفريس عنده عرض او تم يعني انتشار اخبار مرتبطه برحيله وان في انديه كبيره جدا مهتمه بالتعاقد معاه. لويس فان جال ده نفسه المدير الفني للمنتخب الهولندي في كلام انه بعد بطوله كاس العالم في عرض مقدم من المنتخب بلجيكي عشان يتولى مسؤوليه المدير الفني. هل بتشوف انه حاجه زي كده ممكن تكون مرتبطه بفكره تشتيت التركيز او تشتيت انتباه اللاعبين عن البطوله ويكون ليها تاثير سلبي، ولا ممكن تبقى شايف عكس ده؟ لا هذا ليس بالامر الهام. فبالنسبه لي على سبيل المثال ديمفريس هو بالفعل يلعب في نادي كبير، حينما يذهب الى تشيلسي طبعا الامر رائع، ولكن هو فقط سيكون محاطا بالعديد من النجوم ليس الا ولكن بالنسبه لي ديمفريس لن يغادر باقل من 100 مليون يورو. هو لاعب رائع، ربما 80 او 90 مليون او حتى 100 مليون. وبالنسبه للانديه التي تهتم باللاعبين في هذه اللحظه يظهرون ذلك، ولكن اللاعبون مرتاحون نسبيا مع أنديتهم، فبالتالي حينما يعبرون إلى قبل النهائي فأعتقد سيحرزون المزيد من الاهتمام من الأندية الأوروبية والأمر سيكون جنونيا. فبالتالي والعروض المادية ستزيد من تشيلسي ومن غيره، وتشيلسي سيزداد رغبة في اللاعب، فبالتالي لا أحد يعرف، الأمر غريب، تجارة كرة القدم غريبة. بعيدا عن مشوار المنتخب الهولندي، إيه أبرز المفاجآت اللي شفتها في النسخة الحالية من كأس العالم، ومين هو المنتخب أو المنتخبات اللي ترشحها للمنافسة ولتحقيق اللقب؟ Surprises from the whole World Cup. Surprises there are. النتائج التي فاجأتني بالنسبة لي، المغرب على سبيل المثال، المغرب تلعب الآن ضد إسبانيا وتؤدي بشكل رائع بالمناسبة على المستوى الجماعي، وخصوصا ياسين بونو أدى أداء رائعا في كأس العالم الحالية. وأيضا ألمانيا كانت مفاجأة بالنسبة لي أن تخرج ألمانيا من دور المجموعات. وأيضا يوجد خروج ألمانيا، وأيضا خروج بلجيكا، كانت هذه مفاجأة لي، خروج بلجيكا أيضا
في دور المجموعات. هذا الأمر كان مفاجأة لي. فبالتالي هولندا دوما كانت صديقة لبلجيكا في كأس العالم، دايما يتنافسون. وبالنسبة لي إنجلترا تفاجئني لتأهلها لهذه المرحلة بهذا الأداء الرائع. يلعبون كرة قدم جيدة ويستغلون كل فرصة ليتطوروا ويزدادوا هجوميا. أنا متحمس كثيرا تجاه هذه النسخة من كأس العالم. هذه النسخة لم تكن مملة، كان الأمر فقط قليلا في أول مباراتين، ولكن الأمر بعد ذلك أصبح مثيرا للاهتمام على مدار البطولة. أعتقد أن البطولة ستنطلق رسميا من يوم الجمعة القادم. رغم سهولة دور المجموعات، لكن حتى لو فاز المنتخب الهولندي على الأرجنتين هيكون طريقه صعب جدا للتتويج باللقب. يعني هيكون عليه بعدها أنه غالبا، يعني في ظني أنه هيتجاوز بعد الأرجنتين عليه أنه يقابل المنتخب البرازيلي اللي نسبه اعلى من او فرصه اعلى من منتخب كرواتيا. واذا ما نجح في انه يتجاوز المنتخب البرازيلي هيكون عليه ان هو يواجه اعتقد برضو اما منتخب فرنسا او منتخب انجلترا. نشوف المشوار ازاي. كما تعرف لدينا فريق قوي، وايضا البرازيل فريق قوي جدا، ولكن كما تعرف كل شيء وارد. البرازيل في 2014 كان منتخبا قويا، ولكنه مني بهزيمة كبيرة. أعتقد أن الدفاع في البرازيل ربما لديه اليوم يوما طيبا، وربما في القادم سيكون يوما سيئا للدفاع البرازيل. الأمر يعتمد على الجودة الخاصة باللاعبين. بالطبع لديهم جودة أكبر، ولكن إذا كان لدينا حظا وافرا فربما سنتوج بكأس العالم هذا العام. يهمني أسألك، وأنت طبعا أكيد مشغول بكيفية تجاوز عقبة الأرجنتين، هل تعتقد أنه تجربة السعودية مواجهة منتخب السعودي ونجاحه في التغلب على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1 مع اختلاف الظروف؟ طبعا أنا عارف أنه مباريات في دور المجموعات مختلفة جملة وتفصيلا عن الأدوار الإقصائية أو النوك أوتس، لكن هل بتشوف أنه تجربة المنتخب السعودي ممكن تبقى ملهمة، ممكن تبقى مفيدة للمنتخب الهولندي قبل ما يقابل الأرجنتين؟ كما رأيت الأرجنتين فازت وتغلبت على الوضع، وفازت بآخر مباراتين في المجموعات ضد بولندا والمكسيك. ولكن وأيضا آخر مباراة في دور 16 لم يؤدوا بشكل جيد، ورغم الفوز لم يؤدوا بشكل جيد طوال البطولة. رغم الفوز فالأمر مختلف. أعتقد أن هذا أمر يختلف ضد منتخب هولندا في يوم الجمعة القادم. كتير من عشاق الكرة هيحتاروا الحقيقة ماتش يوم الجمعة ده، لأنه احنا بنتكلم على منتخبين ليهم عشاقهم وليهم جماهيريتهم، والاثنين الحقيقة من المنتخبات الممتعة. أنا أنتظر شخصيا أن أنا أستمتع بمواجهة قوية جدا ما بين المنتخب الهولندي والمنتخب الأرجنتيني. وبتمنى لكم طبعا التوفيق. منتخب هولندي طول عمره الحقيقة بيقدم لنا نجوم على أعلى مستوى وبيقدم لنا كرة ممتعة جدا، فأتمنى لكم التوفيق في مشواركم في البطولة. سوني سيلوي نجم المنتخب الهولندي السابق ونجم طبعا أياكس أمستردام، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. شكرا جزيلا. طيب كلامنا عن كاس العالم ما انتهاش، ومتابعتنا لماتشات النهارده ومواجهات ساخنه جدا قويه جدا في دور الثمانيه كلها تقدر تقول عليها نهائي مبكر للبطوله مستمره في السادسه. بس تسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نقابلكم. مباراه بتتلعب على ادق التفاصيل وتحتاج، يعني طبعا كان الله في عون اللاعبين المغاربه النهارده في مواجهه المنتخب الاسباني، لانها مباراه تخلص بفرصه. ولو اني انا شايف ان المنتخب المغربي اهدر الحقيقه فرص كانت كفيلة أنه هو يتقدم، لكن حتى اللحظة المباراة بنتيجة 0-0 والبطولة بتسخن، يعني هي مبتدية سخنة بصراحة وكان فيها مفاجآت كتيرة جدا. لكن من دور الستاشر كله زي ما قلت لكم من جوه المنهج، ما فيش حاجة بره الأمور المنطقية أو بره فكرة المغامرة والمفاجأة. لكن هنتابع مع حضراتكم، وخصوصا أنه كمان دور الثمانية من الواضح أن فيه هو كله، مش هقول بعض المواجهات، كل المواجهات مواجهات
ناريه. بس قبل ما ندخل في كاس العالم يهمنا نقف مع مباراه صعبه جدا، وانا عارف انها ما تقلش اهميه ولا جماهيريه عند جمهور نادي الاهلي، هي مباراه بكره بين الاهلي والمحله. ارحب بضيوفي طبعا محللي الكره العالميه بلال محسن واحمد مصطفى، دويتو النهارده في السادسه. مساء الخير واهلا وسهلا بيكم، نور الدنيا بلال. مساء الخير يا استاذ احمد، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بيك احمد مصطفى، مساء الخير وزيك واخبارك وحشنا. تمام، وبترجع تاني مره بتهيالي ظهرت انت وبلال قبل كده مع بعض. مزبوط. صح. حبيبي احمد، ان شاء الله نستمتع بوجودكم النهارده في السادسه ان شاء الله. قبل ما ادخل في كاس العالم انا عارف ان الدنيا مولعه نار نار ضرب نار، بس خليني اقف لانه ماتش بكره بالنسبه لنا برضو ضرب نار. الاهلي والمحله طول عمره بصرف النظر عن الفوارق وجدول الترتيب والمنافسه طول عمره ماتش صعب، بيزود من صعوبته شويه بعض الغيابات في النادي الاهلي، بتزود من صعوبته شويه كمان انه تتكلم على المباراه بين متصدر جدول الترتيب وصاحب المركز الثاني، فالدوافع في اقصاها الاهلي يهمه يحافظ على العلامه الكامله، يهمه يحافظ على الصداره، يهمه يبعد عن كل الفرق اللي بتنافسه على اللقب، والمحله كمان عنده طموح مشروع انه ياخد لقب او ياخد صداره جدول الترتيب من النادي الاهلي. شايفين ماتش بكره ازاي واهم نقاط الصعوبه من وجهه نظركم؟ هبدا مع بلال. يمكن زي ما حضرتك قلت استاذ احمد، دايما مباريات الاهلي والمحله بتبتسم بالصعوبه، خاصه المباريات اللي بتقام على ملعب المحله، ملعب ليه طبيعه خاصه، يمكن ارضيه الملعب مش احسن حاجه كمان، يعني انت حضرتك عارف الشكل الخارجي للملعب بقى والمداخن والاجواء بتاعه جمهور المحله، زود صعوبه المباراه شويه الاحداث اللي حصلت لفريق غزل المحله، طبعا رحيل المدير الفني بابا فاسيلي وبعدين عودته، عمل شكل من بدايه الدوري مقدم مستوى مميز جدا على عكس كل التوقعات. غزل المحله يمكن تخلى عن اثنين من ابرز نجومه، هشام بلحه اللي انتقل لفيوتشر، ومحمد فتح الله اللي راح لفريق طلاع الجيش، وما دعمش تدعيمات قويه يمكن جاب صلاح ريكو، ولسه بقى بيحتفظ ببعض العناصر المميزه زي احمد النادري وعبده يحيى. عبده يحيى طبعا. بالظبط، مع دخول بقى ومعاهم طبعا حميد ماو ودخول العنصر الجديد اللي عامل فارق شويه باولين فوافي، على الرغم من تقدمه في السن ولكن بيقدم مستوى كبير، واحمد الشيخ طبعا هداف الدوري حتى الان باربع اهداف، فلا فريق المحله مع بابا فاسيليو عامل وكمان يمكن بابا فاسيليو واقع مدرب واقعي شويه، يمكن شفنا لما تولى تدريب وادي دجله بعد تكيس شفنا الفرق الكبير، ان تكيس كان بيهتم بالكره الجميله شويه وامتلاك الكره اكتر، لكن بابا فاسيليو بيهتم بالنتيجه مع الكره الجميله، وده بيزود من صعوبه اللقاء بكره. ولكن ان شاء الله النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي يكونوا في الموعد غدا، وان شاء الله ويتقدموا في صداره جدول الترتيب ويحافظوا عليها ان شاء الله. ان شاء الله مفتاح العلامه الكامله، مفتاح ماتش بكره احمد ايه من وجهه نظرك؟ بنتكلم على الاهلي بقى، يعني شايف طبعا المحله زي ما قال بلال طول عمرها فرقه صعبه على ملعبها، حتى الظروف الطبيعيه ماتشاتها بتبقى خاصة جيم في ملعبهم، واحنا بنحب ده بصراحه، يعني انا بحب ماتشات الاهلي اللي يبقى فيها اولا بيلعب فريق جماهيري بصرف النظر عن ترتيبه، وانت بتلعب الاسماعيلي وانت بتلعب المصري وانت بتلعب المحله وانت بتلعب الاتحاد، بيبقى ماتش عند جمهور نادي الاهلي ماتش منتظر يعني، دي حقيقه. فبالتالي شايف مفتاح ماتش بكره ازاي؟ مفتاح ماتش بكره ان النادي الاهلي اعتقد لازم يضغط على نادي المحله من قدام، نادي المحله مع بابا فاسيليو بيبدا الكره من تحت، وده شفناه ان هو غير مركز مصطفى العش من باك ليفت خلاه مساك، فده عشان مصطفى العش كورته كويسه فعايز يبدا الكره من تحت عشان يبدا، هو دي طريقه حتى لما كان ماسك نادي وادي دجله كان بيبدا دايما ان هو عايز يبدا من تحت وعايز يحتفظ بالكره اطول فتره ممكنه، فالنادي الاهلي مفتاح المكسب ان هو يضغط من قدام، وده مهم جدا. النادي الاهلي لو ضغط من قدام اعتقد هيبقى في اخطاء كتير عند نادي غزل المحله، خاصه نادي غزل المحله هيبقى نازل منتعش بان هو متصدر الدوري وان هو عايز الطموح بتاعه ان هو بيلعب على ملعبه، وان هو طبعا بيلعب قدام النادي الاهلي فطموحه كبير جدا ان هو يقدر يحقق نتيجه ايجابيه، واعتقد جمهور نادي المحله اصلا ما بيقتنعش غير بالفوز، يعني دايما حتى التعادل ما بيرضوش خاصه لما بيبقى المباراه على ملعبهم. لا بالذات مع الاهلي. بالذات مع الاهلي فعلا. بالذات مع الاهلي. ممكن مبدا ده ما يبقاش موجود في ماتشات ثانيه، في احداث قديمه قصه غير. ودايما احداث قديمه قبل كده في المحله دايما معروفه يعني. فمباراه المحله مع النادي الاهلي دايما ليها طابع خاص. اعتقد ان الغيابات يعني ما اعرفش القائمه لسه لم رسمي متى عوده او غياب محمد عبد المنعم ومحمود متولي مؤثرين جدا، ودي كان من اسباب النادي الاهلي في حاله فنيه مش ممتازه خالص، خاصه شفناها في مباراه الجيش، النادي الاهلي قدم مباراه كويسه لكن ما كانتش افضل فنيا، النادي الاهلي عنده مشاكل بسبب ان النادي الاهلي كان بادئ من اول الموسم ان هو بيبدا كره من تحت، وكان النادي الاهلي دايما بيعتمد على الاستحواذ، فغياب محمد عبد المنعم خد بالك انه اي توقف لاي مسابقه خصوصا لفريق يعني اكتر فريق تضرر من فكره توقف النشاط دي هو النادي الاهلي، دي حقيقه، لان انت كيرف الاداء ومستوى الاداء والتجانس وحاله اللعيبه في مرحله ما قبل كانت وصلت للحقيقه لشيء
يفوق توقعات خاصه بعد مباراه السوبر كمان. واحنا عامه يعني الله يكون في عون اللعيبه المصريه ان هي بتؤدي المباريات في فتره كاس العالم بصراحه يعني. احنا العالم كله حاليا متفرغ لمتابعه كاس العالم، فده يعني احنا خد بالك ليها وعليها برضو يا بلال عشان نبقى منطقيين، لانك لو ما قدرتش تعمل ده هيبقى عندك برضو فكره مش قادر تقفل السيزون بتاعك في ميعاد يظبط المسابقه شويه. ضغط الماتشات انت اوريدي خلاص اترحلت منك وحصل توقف طويل حتى ما قبل بدايه كاس العالم بالزبط. فبالتالي انت اوريدي في تحدي قدام القائمين على تنظيم المسابقه يعني ازاي يحاولوا يلتزموا، واعتقد ده مش يعني صعب شوية. ولا يلاموا عليه بشكل نقول برضو كلمه حق، لا يلاموا عليه انه هم ما يقدروش بالظبط كده. فالموسم ممتد فعشان توقف كمان اثناء البطوله هيبقى تقريبا تحدي صعب جدا. لا لا، ولكن ان شاء الله يعني النادي الاهلي بكره يعني يمكن زي ما قال احمد على نقطه محمد عبد المنعم ومحمود متولي، انا ان شاء الله بعتقد يعني بنسبه كبيره محمد عبد المنعم هيكون متواجد في قائمه الفريق. يمكن انا كنت اتكلمت معاه قبل الحلقه وقال ان هو ان شاء الله بنسبه كبيره هيكون موجود وهيرجع يشارك بكره، فده هيفرق زي ما احمد قال في حته الخروج بالكره. يمكن معلول كمان اعتقد اضافه ومعلول طبعا عودته للفريق عوده معلول مع محمد عبد المنعم بكره هترجع الاهلي شويه للحاله اللي كان عليها في بدايه الموسم، زي ما شفنا الشكل اللي ظهرنا بيه في مباراه السوبر ومباراه الاتحاد المنستيري كان شكل مميز زي ما حضرتك قلت. أيوه. فان شاء الله بكره بنسبه كبيره ان شاء الله الشكل ده هيرجع يظهر تاني في مباراه صعبه. عايزين برضو نوعي الجمهور في الحته دي ان مباراه الثلاث نقاط بصرف النظر عن الاداء يعني. يمكن بكره من المباريات اللي انت ما تطلبش من اللعيبه اداء على قد ما انت تطلب منهم ان هم يحسموا اللقاء ويعودوا ثلاث نقاط، لان دي محطه فريقه في مشوار التتويج باللقب ان شاء الله. جمهور الاهلي برده مش سهل بجد والله يعني انا طول عمري جمهور اهلي، لكن لما تيجي تبقى على شاشه الاهلي وتبتدي تتابع بقى ردود افعال الجماهير، لا الجمهور الاهلي طماع جدا. الاهلي عود جمهوره انه يبقى جمهور طماع، عايز دايما ثلاثة بونت ده شيء طبيعي. مفروغ منه مفروغوش كلام، لكن ثلاثة بونت معاهم بقى متعني معاهم بقى فاهم اداء جمالي وكره واستحواذ ومهارات وتيكي تاكا وكده. فالاهلي عود جمهوره على كده والجمهور اتعود على كده، وخصوصا يعني ده تراديشن عند جمهور النادي الاهلي طول عمره. لكن في ال 20 سنه كمان الاخيره خد بالك جمهور الكره اللي عنده الشاب اللي عنده النهارده 20 22 23 فتح عينه على الدنيا، لقى الاهلي مكسر الدنيا في كل حته. بالظبط بالظبط، في افريقيا بيكسب، في كاس العالم بيكسب، في الدوري بيكسب. فخلاص ده بقى العادي بالنسبه له، ده الطبيعي. اي حاجه تحصل غير كده ده دي كانت مشكله موسيماني. موسيماني كان بيحقق انتصارات بس ما كانش فيه متعه، فالناس كلها كانت غريبه، كان ازاي الراجل بيكسب بطولات والناس بتنتقده. صحيح. فعشان النادي الاهلي اتعود على، قلت معلول بكره بتراهن على انه ما يشاركش. ما اعتقدش ان هو طبعا راجع من كاس عالم، طبعا اكيد هيبقى مجهد يعني من الذكاء ان انت تبقى موجود معاك في القائمه. طبعا هتحتاجه لو ظروف المباراه ما كانتش متاح ان انت مثلا محتاج ان انت تعمل تغيير هجومي. لكن لو المباراه مشيت زي ما انت عايز والنادي الاهلي كان كسبان، اعتقد ان علي معلول مش هيشارك مباراه المحله بكره. المباراه فيها ضغط كبير جدا، فيها مجهود بدني كبير، ما تستحملش ان علي معلول يبدا اللقاء تماما. محمد اشرف ماشي كويس، لعيب مجتهد، لعيب مستقبل النادي الاهلي. اعتقد ان النادي الاهلي مش هيجازف، او مستر كولر مش هيجازف بعلي معلول في مباراه غدا بنسبة كبيرة. طيب خليني أقول لكم بعض الأسئلة اللي يعني لاحظت إنها منتشرة جمهور النادي الأهلي أو كتير من جماهير النادي الأهلي بتسألها، وأسمع وجهة نظركم فيها. أكيد برضو ليكوا تعليق عليها. في ظل الغيابات اللي شفناها نتيجة إصابة، نتيجة مشاركة معلول مع منتخب تونس، نتيجة ابتعاد بعض اللاعبين عن الفورمة أو عن الحالة الفنية اللي تسمح لمستر كولر بمشاركتهم، في ناس بتسأل ليه ما بنشوفش لعيبة زي رشدان مثلا؟ ليه ما نشوفش لعيب زي ميسي، مصطفى سعد؟ ليه ما نشوفش لعيب زي كريم الدبيس؟ واللعيبه دي عندها خبره وشاركت مع منتخب مصر، يعني لعيبه ما تعتبرش لعيبه صغيره. والاهلي طبعا لما راهن عليهم كان شايف فيهم بوتنشال او شايف فيهم يعني مستقبل للنادي الاهلي. هل ده مش توقيت مناسب؟ هل ده ممكن يبقى مخاطره باللعيبه دي؟ هل ممكن يبقى حرق ليهم لا قدر الله لو النتيجه او الاداء ما كانش احسن حاجه؟ يمكن يا استاذ احمد احنا شفنا منذ تولي مارسيل كولر القياده الفنيه للنادي الاهلي، ويمكن شفناه بالامس بيتابع مباراه الاهلي والزمالك في 2006 في مدينه نصر. الراجل مهتم جدا بالعناصر الصغيره وبالعناصر الصعبه، ولكن زي ما حضرتك قلت توقيت المشاركه بقى، امتى اللاعب الصغير يقدر يدخل وسط الفريق؟ وهل حاله الفريق في الوقت الحالي تسمح ان اللاعب دوت لما يشارك يقدم افضل مردود ليه؟ هل الجمهور عنده استعداد ان هو يصبر على لاعب صغير
بيشارك مع نجوم كبيره. بص انت بتتكلم في حته لاعب صغير دي، واحنا النهارده مجهزين في الحلقه قايمه لا بلينجهام افضل طبعا. من افضل لاعب في البطوله في 10 سنه، وكودي تالتي وموكوكو لاعب المانيا اللي شارك في البطوله، مجهزين قايمه باصغر اللعيبه اللي شارك في ويومين 18 عام ويومين 18 عام ويومين ده بيلعب دوري بتاع في بطوله كاس عالم منتخب المانيا. يوسف اعتقد هو اسمه، اعتقد اساسا يوسف بس يعني اسم الشهرة موكوكو. فانا بقول لحضرتك يعني رشدان والدبيس ومصطفى، يعني يمكن اللي ممكن الجمهور يطالب بمشاركته شويه في 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 الفتره الحاليه مصطفى سعد ميسي، لانه هو شارك مع فريقه سيراميكا وقدم مستوى كبير. ممكن يكون علامه استفهام لحد حتى الان ان هو حتى مش بيدخل قائمه المباريات، ولكن اكيد مارسيل كولر هيعده هيدخله في وقت مناسب. احنا شفنا كولر دفع بكريم فؤاد في مركز جديد غير مركزه وبيقدم مستويات كبيره جدا، يعتبر كريم هو اهم لاعب في المنطقه الهجوميه في النادي الاهلي حاليا، طبعا في وجود عبد القادر وبرونو وسافيو وكل العناصر الاماميه في المنطقه الاماميه، ولكن كولر قدر يعمل من كريم فؤاد لاعب مهم جدا طبعًا. فاكيد كولر هيدخل مصطفى سعد في وقت هو شايف انه يقدر يعمل فيه الاضافه ويقدر الفريق يشيله. صحيح، عندك تعليق على نفس النقطه دي؟ عشان عايز اروح لسؤال تاني برضه عندنا. عندي تعليق في حته ان فكره الروتيشن دي محتاجه فعلا زي ما بلال قال التوقيت. يعني انت ممكن تعمل روتيشن، شفناه كده في مباراه المقاولين لما فكر يعمل روتيشن في مباراه المقاولين النادي الاهلي عانى. فاحيانا بيبقى الروتيشن مش في توقيت المثالي. يعني فرقه الاهلي او ملعب الاهلي يستحمل من البدايه ناس في دويتو كده ناس نفسها تشوفه مع بعض برونو سافيو مع مجدي قفشه؟ يستحمل بس هيبقى على حساب حد من الاطراف سواء بقادر او طاهر. يعني يغير الطريقه بقى. هيغير الطريقه. فاعتقد ان برونو سافيو لو قفشه موجود، قفشه ما بيلعبش غير 10 صريح. وممكن يلعب رقم 8 بس طبعا. ما برونو ممكن يلعب جناح، على فكره برونو مركزه الاساسي. ما هو بالظبط كده، الاهلي جايب برونو اصلا كجناح، لكن برونو كجناح لما تيجي تقارنه باللعيبه اللي موجوده على النادي الاهلي كجناح، طاهر محمد طاهر اقوى وبيدافع عنه. فبرونو ما عندوش الدور الدفاعي. حته الدور الدفاعي يعني. طبعا فدي طاهر عنده الميزه الحته دي. ففكره في اوقات كتير جدا مش مطلوب من يعني في فرق كتير جدا منتخبات وانديه مش مطلوب من الجناح بتاعك انه يؤدي الدور الدفاعي. نيمار ما بيفتكر في الكاس العالم ما بيعملش كده. احنا عندنا مشكله للاسف ان طاهر محمد طاهر اصيب. طاهر طبعا بره حوالي غيب حوالي 3 اسابيع لسه بنعرف. يعني لسه رسميا لسه لا انا بقول ان ده يعني يخدم على كلام حضرتك ان ممكن بالظبط ممكن نشوف الطريق دي الماتش الجاي بكره بقى في غياب طاهر ممكن بكره يدفع ببرونو كجناح وقفشه في مركز 10 ونشوف الثنائيه دي مع بعض. اعتقد هتبقى ثنائيه هي هجوميه لكن وجود محمد عبد المنعم متولي يعملوا التوازن للخطه دي. انما غيابهم هيبقى في مشاكل دفاعيه لان في اثنين ما بيدافعوش باقوى حاجه سواء محمد مجدي قفشه او حتى برونو سافي. فدي هتبقى وكمان احمد عبد القادر ما بيدافعش كتير جدا فهيبقى في مشاكل دفاعيه، هيبقى الضغط كله على عمرو السوليه واليو ديانج او حتى سواء حمدي فتحي لو شارك، وهيبقى طبعا عندنا مشاكل ان الخط الدفاعي ان احمد الشيخ هداف الدوري. فاحنا برضو ما ننكرش ان غزل المحله عندهم خط هجوم قوي وعندهم لاعب انا بشوف من افضل اللعيبه في الدوري المصري الموسم ده حميد ماو. لعيب مميز جدا واعتقد ان المباراه بكره مش هتبقى سهله تماما. هم دفاعيا الحقيقه السنه دي كمان فايقين قوي جدا المحله جدا يعني اعتقد في كل ماتشات ما استقبلوش غير هدفين بس. لا هدف بالظبط كده لان هو بقول لك هو عدل. وكمان عندهم ثقافة الفوز خارج الأرض يعني فازوا على أسوان في أسوان، فازوا على الاتحاد السكندري في اسكندرية رغم أن الاتحاد السكندري السنة دي عامل موسم مميز جدا حتى الآن. قدر بابا فاسيليو زي ما قلت لحضرتك مدرب واقعي جدا ساب الاستحواذ للاتحاد السكندري وقدر من بداية الدقيقة 70 تقريبا يبدأ بقى يبادل الاتحاد الهجمات ومن خطأين قدر يفوز بهدفين مقابل لا شيء على الاتحاد في اسكندرية. مباراة صعبة جدا طبعا. أنا يمكن أكتر فرقتين أو أكتر مديرين فنيين لافتين نظري السيزون ده زوران في الاتحاد وبابا فاسيليو في يعني خدوا الفرقتين من نهايه موسم صعبه جدا وكانوا بيعانوا بعيده جدا لان هم الحقيقه فرقتين واقفين على رجلهم بيلعبوا كمان كره حلوه مكسب بس يعني اثنين بيلعبوا. انا شفت ماتشات الاتحاد شفت ماتشات محله لا الفرقتين بيقدموا كوره واضح جدا ان في فكر وفي بصمه للمدير الفني اللي شغال معاه بالظبط بالظبط. طيب نقفل ماتش بكره مع تمنياتنا طبعا بالفوز للنادي الاهلي والتوفيق للاعبتنا وان شاء الله نقدم عرض قوي ونرجع بالثلاثه بونت واروح لكاس العالم. مباراه المغرب واسبانيا ما زالت ممتد واحنا دلوقتي في النص الاول من الشوط الاول الاضافي. كل التوفيق لاشقائنا المغاربه. هبتدي بالماتش ده مع بلال.
يعني انا الحقيقه كنت مراهن على المنتخب المغربي من الاول، مش عارف حضرته معايا واحده من الحلقات دي ولا لا. انا اتكلمت على المغرب، عملنا كمان مداخله مع اسطوره الكره المغربيه محمد التيميمي بالظبط كده، مراهننا ساعتها ان المغرب توفجت المونديال بالظبط. صحيح، والحقيقه ما خيبوش ظننا، ويمكن المنتخب الوحيد اللي ما زالت كل امال الافارقه او الشعوب العربيه معلقه بيه في البطوله هو المنتخب المغربي، وما زال الحقيقه واقف على رجله قدام المنتخب الاسباني. شفتوا الماتش ازاي وقاريين السيناريو المتبقي من عمر المباراه ازاي؟ يعني يمكن قبل ما ندخل الاستوديو طبعا كنا بنتابع اللقاء، يمكن كنت قلت لحضرتك انا في الحلقه اللي فاتت ان السنغال وانجلترا ان السنغال خذلت لي قدام انجلترا بالظبط. انا قلت لحضرتك ان السنغال لو لعبت جيم مفتوح المنتخب الانجليزي هيباغتها وهيقدر يسجل، وده اللي حصل. فالنهارده مش دي السنغال خالص بالظبط، يعني دي السنغال يا جماعه هي جالها وقت برده مع التالق اللافت لبيكفورد الحارس المرمى المنتخب الانجليزي، تالق يعني السنغال كانت قادره هتسجل فعلا فطمعت في اللقاء، فطبعا مع امكانيات زي المنتخب الانجليزي قدر ينهي المباراه. النهارده وليد الرجراجي تدارك الخطا دوت ولعب بخطه متوازنه جدا، يعني يمكن هو واقف بيقابل منتخب اسبانيا من نص ملعبه، واقف بشكل كويس جدا، مانع التمريرات اللي بتتعمل في عمق الدفاع، طبعا نايف اكرد ورومان سايز واشرف حكيمي ومزراوي الرباعي الدفاعي، مع طبعا الستاره اللي واحد من افضل لاعبي البطوله مرابط اللي عامل بقى يعني بيقدم مستوى كبير جدا وعامل ستاره زي ما بقول لحضرتك امام خط الدفاع، فقادر يمنع المنتخب الاسباني من اللعب المميز اللي بيتميز بيه لويس انريكي وهو التيكي تاكا عن طريق طبعا بدري وجابي بيلعب على ايريك راكي، بيلعب على انه يخطف ولا بيلعب على انه يوصل ركلات ترجيح؟ لا هو بيلعب، يعني يمكن انا شفت كده تشبيه قبل ما ادخل الاستوديو، قال له الرجراجي النهارده بيلعب بطريقه كيروش اللي هو الطريقه اللي لعب بيها كيروش في خاصه في مباراه كاس الامم الافريقيه، واللي قدر من خلالها كيروش على فكره بالمناسبه يتفوق على المغرب. النهارده الرجراجي واقف بيستنى منتخب اسبانيا في نص ملعبه، وبعدين بيبدا يعتمد بقى بعد قطع الكره على التمرير في عمق الدفاعات سواء عن طريق سفيان بوفال او الناحيه الثانيه حكيم زياش، وتم استبدال على فكره بوفال وشارك بقى عبد الحميد الصابري، انا براين ان هو ان شاء الله ممكن يكون لي مع تحفظي يا احمد على فكره انه المغرب راجع في نص ملعبه قوي. انا يعني الجزء اللي شفته طبعا قبل ما اطلع هوا كان المغرب بيلعب زون، لا هو توازن بيلعب بتوازن، بس يعني كنت حاسس انه مدي فرصه للمنتخب الاسباني اكتر انه يضغط عليه، مراجع الى حد ما بيعتمد على هجمات مرتده ووصل منها اكتر بره. بس انا خليني اقرا معاك امكانيات منتخب المغربي، لانه حقيقه على مستوى سكواد انت بتتكلم على واحد سكواد قوي جدا من جداً افضل المنتخبات في كل الخطوط، يعني مفيش خط بدا حراس مرمى خط الدفاع خط النص خط الهجوم مفيش خط ما فيهوش لعيبه على انديه كبيره كلهم بتلعب في اعلى مستوى. هل يحسب لركراكي انه اللي بيلعب بالطريقه دي او انه متحفظ، خليني اقول متحفظ بعض الشيء قدام منتخب ما عارف انها اسبانيا في النهايه، بس في النهايه انا شايف انه امكانيات المنتخب المغربي انه يقدم جيم احسن من كده او يضغط على اسبانيا بشكل افضل من كده؟ يعني انا مش هقول تحفظ، بس هو ذكاء، يعني انا شايف ان من اول دور ال 16 ان هي لعبه يعني بتحسبها ليه مش عليه؟ طبعا ليه جدا، وده بياكد اللي عمله ساوثجيت مدرب انجلترا، انا اول مره احترم ساوثجيت كمدرب في مباراه السنغال، لان هو من الذكاء طول دور المجموعات تماما كان ساوثجيت بيلعب بطريقه هجوميه. أيوة. فاجئنا وفاجئ حتى قال لي استاذ مدرب السنغال ان هو استنى منتخب السنغال من نص ملعبه وراح فاجئ ولعب بهندرسون في نص الملعب في تغيير غريب جدا مكان ماونت. فده كان باين ان هو ما كانش مستعجل للمكسب وفضل مستني انجلترا ولعب على خطا السنغال، وده اللي حصل، منتخب السنغال طمع في المباراه فانجلترا قدرت تجيب الاولاني والثاني. المدرب الذكي هو اللي هيقدر يتعامل مع مباريات الخروج المغلوب فيها بذكاء، مش موضوع تحفظ. منتخب كوريا امبارح فتح زي ما بيقولوا فتح صدره قدام المنتخب البرازيلي فنزل هاجمهم، ازاي بتهاجم منتخب البرازيلي؟ الناس تقول عليك انت لعبت كوره كويسه منتخب، بس في الاخر هتخرج. ايوه، لان انت عندك مثلث هجومي او عندك حتى مش مثلث ده في عصابه ايه في عصابه فعلا، فالموضوع صعب. فطبعا لما انت تقيم الموضوع بالمنتخب الاسباني وتدي له حجمه، لا هو مقسم المباراه ده وليد الرجراجي، انا بشوفه انه مدرب كبير، مدرب ذكي جدا، وشايف ان هو اتعامل مع المباراه بذكاء شديد، هو بيطول المباراه لاطول، هو مش عايز يوصل ضربات الجزاء، بس هو من الذكاء هو مش عايز يدخل في جون، عايز يطول المباراه ويلعب على هجمه، وكان هيحصل على فكره لان احنا اتفرجنا شويه من المباراه كان ممكن يخطف الهدف اللي هو عايزه، فهو ده ذكاء مش موضوع تحفظ، دي الطريقه المثاليه. المنتخب الاسباني بيعتمد ان هو بيضيق المساحات وبيعمل باص كتير وبيعمل دايما الحاجات اللي هي من العمق، وده طبعا استغلال بسرعه مراته او حتى توريس. فهو ان هو يبدا متحفظ شويه، فده مش يعني مش شايفها ميزه معاه جدا، ان هو ممكن حتى لو وصل ضربات الجزاء، ظل ان كمان شايف ان بدات اللعيبه بتتصاب في منتخب المغرب، مجهود بدني غريب، صعد اول المجموعه على حساب منتخبات كبيره جدا كرواتيا. انتوا كنتوا مع فكره انه يقابل اليابان ولا يقابل
ولا يقابل اسبانيا. يعني اليابان كانت هيبقى يعني هو طبعا يعني من حسن حظه انه تاهل في صداره مجموعه، بس الحسابات اتغيرت طبعا. اليابان أسبانيا. اليابان طلعت فوق واسبانيا نزلت تحت، فلقى نفسه بيقابل صح. تاني المجموعه اللي هو اقوى فريق اسبانيا. هو يمكن الرجراج يا استاذ احمد استفاد يعني النهارده اليوم الاخير، يعني اليابان امبارح معلش كانت يعني لعبت جيم حلو قدام كرواتيا، بس يعني تفتقد الخبرات. لا يعني تفتقد الخبرات. لو اليابان قدام المغرب النهارده في دور ال 16 بتهيألي فرص المغرب كانت بقت افضل كتير جدا. بس برضه مش عايزين ننسى ان اليابان كمان عملت مباراتين كبار جدا امام المانيا وامام اسبانيا، فيعني كان الناس بيعملوا لها حساب. ايوه قرايتكم لماتش النهارده مين اقرب، مغرب ولا اسبانيا؟ يعني لو وصلنا ركلات مش بالعاطفه بالعقل، لا لو بالعقل اسبانيا، بس بالعقل أسبانيا. بس لو وصلنا ركلات ترجيح يبقى المغرب ان شاء الله. تمام بالعقل المغرب، بس المغرب للاسف هتوصل للدور ده لو كملت المجهود البدني مش هيقدروا يكملوا المباريات الجايه. انت عندها الماتش الجاي اسهل، البرتغال ده اسهل مواجهه في الدور الثمانيه. ليه البرتغال او سويسرا مش هيبقى سهل؟ يعني البرتغال من وجهه نظري اقل من فرنسا، اقل من انجلترا، اقل من البرازيل، اقل من الارجنتين، واقل من هولندا. احنا مش عايزين بقى نقول البرتغال دايركت كده، لان مباراه النهارده مباراه صعبه جدا على المنتخب البرتغالي. طيب خلينا نكمل. عندنا طبعا البرتغال وسويسرا، انا بشوف انه البرتغال لا اتقل. سويسرا فرقه محترمه وبتقدم كره مختلفه تماما عن الجبنه وعن الشوكولاته، يعني بجد والله. لا سويسرا اتطورت جدا في كره القدم، ما عندهاش لعيبه ثقيله محترفه، ما عندهاش دوري قوي، ما عندهاش انديه قويه، وفي النهايه عندها منتخب بالشكل ده. لا تجربه برده لازم تقف وتقول شابو. المنتخب السويسري بيقول انا منتخب عندي شخصيه وبلعب بقدم كره على اعلى مستوى، لكن في النهايه بشوف انه سكواد المنتخب البرتغالي في النهايه برضو اتقل، كفته ارجح. حسابات بتنتهي قبل ما صفاره الحكم، يعني قبل ما الحكم يبدا المباراه، وقصه 90 دقيقه قصه مختلفه تماما. هنشوف كده ونقرا مع بلال واحمد بعد الفاصل البرتغال وسويسرا الفرص قبل ما نروح لمواجهات دور الثمانيه اللي كلها ضرب نار. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. لو عملتها سويسرا تبقى المفاجأة الوحيدة في ماتشات دور ال 16، المنطقي والطبيعي لو مشينا حسب بقية المواجهات إنه البرتغال حظوظها أكتر. نشوف أحمد وبلال شايفين إيه، وهبتدي بأحمد. مواجهة البرتغال وسويسرا النهارده بتشوف تحتمل تكون فيها مفاجآت، ولا تتوقع إنه البرتغال هتحافظ على حظوظها في المنافسة إن كانت هتنافس يعني؟ أنا شايف إن المباراة دي أصعب مباراة للبرتغال في البطولة. البرتغال لو كسب المنتخب السويسري هياخد كاس العالم. خد بالك البرتغال جايب ملحق، دي حقيقه. يعني مش البرتغال يعني، لا يعني نحترم برونو فرنانديز ونحترم كريستيانو ونحترم كله، كريستيانو وروبن دياز فرقه محترمه جدا، بس أنا يعني انا مراهن على البرتغال في انهم ياخدوا على كاس العالم. لا فعلا مراهن على البرتغال فعلا. مصمم. قصاد مين، ارجنتين ولا برازيل؟ قصاد البرازيل. هيقابلوا البرازيل. هيقابلوا البرازيل. ان المربع الذهبي ده لو رونالدو وميسي يبقى ده البرازيل. ايوه البرازيل. ما البرازيل هتقابل الارجنتين في قبل النهائي. قبل النهائي. يعني فاينل على فكره قبل النهائي. لا فاينل هيوصلوا، هيلعبوا بس لازم يعدي من اسبانيا ويعدي من فرنسا او انجلترا. هو هيعدي من المغرب مش من اسبانيا ان شاء الله. او المغرب طبعا. يا ريت يا ريت طبعا. ولسه المغرب بلاني مضيعه جول، يعني ما انفراد صريح يعني. هو ده اللي بيلعب عليه. هو عشان كده انا ابتديت كلامي قلت انه الماتشات دي من الربع فرصه. صح. يعني ماتشات الربع فرصه تحتاج قدر كبير جدا من التركيز من اللعيبه، خصوصا لو انت بتلعب منتخب زي اسبانيا ما بتجيلكش تاني، ما بتجيلكش تاني. هو كمان دلوقتي هنشوف بقى في الشوط الاضافي التاني بتبدا المنتخبين يحسبوها حسبه تانية. يبدا يقول لو انا مش هكسب ما اخسرش، فيبدا بالظبط يبدا بقى يلعب توازن ويقول بقى انا وحظي في ركلات الجزاء واللي يحصل يحصل بقى يعني زي لكن لو رجعنا لمباراه سويسرا والبرتغال زي ما قال احمد مباراه صعبه جدا على المنتخب البرتغالي. سويسرا في المجموعه عملت مباراه مميزه جدا، يعني يمكن فازت على منتخب الكاميرون وفازت على منتخب صربيا وخسرت بصعوبه كبيره جدا من منتخب فرنسا بطل العالم، وكان ساعتها من البرازيل. البرازيل في المجموعه سوري خسرت من المنتخب البرازيلي في المجموعه. فسويسرا هتلاعب البرتغال النهارده الاثنين نفس المدرسه تقريبا، منتخبين اوروبيين زي ما حضرتك قلت يا استاذ احمد. البرتغال مش في افضل حالاتها، جايه من صعبه بملحق مشاكل موضوع كريستيانو رونالدو، حتى ماتشاتها في البطوله ما طمنش. بالظبط. وكمان بس المدرب بتاع البرتغالي سانتوس يعني ذكي، لان البرتغال التشكيله بتاعته. بص انا هقول لك حاجه بلال بمنتهى الصراحه، انا اوقات كتير جدا بختلف مع احمد في نتائج وتوقعات.
بس هو الحقيقه بيبقى يعني النتائج لما بتحصل بعد كده بيثبت لي دايما برضو انه عنده حته كده رايحه لبعيد. بيروح للشيخ كويس. الناس فاكره بيروح للشيخ فعلا. لا يعني انا بشوف ان المدرب بيتعامل بطريقه ذكيه. هو هيجي في المباريات الكبيره ويقدم وجه مختلف والبرتغال بتعرف تدافع. ايوه وعندهم اللي يعرفوا يجيبوا جول. طيب قبل ما اروح للماتشات بقى اللي الناس كلها يعني الكوكب كله، هو طبعا البطوله كلها حلوه ما فيش نقاش، واحده من اجمل نسخ ككوره يعني، من اجمل نسخ كاس العالم، ماتشات المفاجآت المنتخبات الصغيره ونتائجها قدام المنتخبات الكبيره، كل ده الحقيقه ادى البطوله طابع الى حد كبير جدا مختلف. لكن اللي هيزود من حلاوه البطوله دي هي مواجهات دور الثمانيه، لانك انت عندك كلها تعتبر ماتشات نهائي مبكر، اي ماتش من دول تقدر تعتبره نهائي. فعلا يليق بنهائي كاس عالم، وخصوصا عندك فرنسا وانجلترا وهولندا والارجنتين. يعني ممكن تقلل شويه، ولو ان انا مش هتفق معاك، بس انت ممكن تقلل شويه من مواجهه البرازيل في كرواتيا، لكن بقول لك البرازيل مرشح اول وكرواتيا وصيف النسخه الاخيره، فبالتالي برضو مباراه من العدد الثقيل. اما لو المغرب في مواجهه البرتغال او اسبانيا في مواجهه البرتغال، ففي كلتا الحالتين مباراه من العيار الثقيل بالنسبه لنا احنا كعرب وكافارقه، لانه المنتخب المغربي لو وصل دور الثمانيه بالتاكيد هتكون اهم مباراه لينا كجماهير كره افريقيه وعربيه، ولو اسبانيا برضو في مواجهه البرتغال هيبقى كلاسيكو كده غرب اوروبا، لان هم بينهم برضو حركات ولا ايه؟ صح. فهتبقى مباراه جامده جدا. بس انا عايز اعرض عليكم قائمه مجهزينها في سادسه النهارده باصغر، عشان الحته دي مهمه جدا وتفرق معايا ان احنا نستفيد بيها هنا في مصر، فكره ان احنا نغير النظره النمطيه عن سن اللاعب اللي احنا بنقول عليه لاعب صغير او بنقول عليه لاعب من الناشئين. نستعرض مع حضراتكم قائمه باصغر اللاعبين المشاركين في بطوله كاس العالم النسخه 22، ونشوف اعمار لاعبين بيشاركوا في منتخبات كبيره جدا زي المنتخبات المنتخب الالماني، زي المنتخب الاسباني، زي المنتخب الاسترالي، ونشوف اللعيبه دي عندها كام سنه وازاي وصلت انها تشارك على المستوى الدولي مع المنتخبات الكبيره دي في بطوله بحجم بطوله كاس العالم. يمكن نغير شويه من الصوره او الانطباع اللي موجود عندنا انه اللاعب يبقى ناشئ وهو عنده 22 و23 و24 سنه. يمكن بالظبط زي ما حضرتك قلت كده يا استاذ احمد، النظره والعقليه في اوروبا وفي الدول اللي فيها منافسات بقى حقيقيه لكره القدم وماتشات صعبه، يمكن شفنا السنه دي قبل ما نروح كاس العالم لاعب عنده 16 سنه بيشارك مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، مانشستر سيتي اللي بينافس على اللقب، فقدر جوارديولا يدخل لاعب عنده 16 سنه ويسمح له ان هو يشارك واللاعب يظهر بصوره كويسه. جينا 16 ده بيبقى مش ناشئين، ده بيبقى اشبال، ما بيدخلش اشبال بالظبط. يعني بيبقى بره التقسيمه اصلا، في ممكن بيلعب في فريق زي مان سيتي بريمير ليج بالظبط. يعني ده منتاليتي بقى اللي فارق بيننا وبين، يعني يمكن احنا دايما بنسال احنا ليه في حته بعيده شويه عن الدوريات الاوروبيه والدوريات الكبيره حتى في منافسات كاس العالم. احنا ممكن يكون المغرب كلنا متعلقين بها النهارده لان الباقي فشل، فاحنا نفسنا نبقى يعني نطور من المنتاليتي بتاعتنا نوصل زيهم. وكل اللاعبين على فكره اللي خدوا فرص وهم صغيرين، يعني محمد صلاح تطور عشان توصل زيهم، مش منتاليتي بس. منتاليتي مهمه طبعا، لكن في حاجات تانية كتير. الافكار التدريبيه عامه عند المدربين، يعني محمد صلاح لما شارك مع المقاولين العرب وعنده حوالي 18 سنه او 17 سنه، لولا شارك كده محمد صلاح وظهر بالصوره دي وانطلق بعدها مشواره في اوروبا ما كانش بقى محمد صلاح. فلازم يبقى في جراه شويه. ميدو اعتقد شارك برده، ميدو احمد فتحي شارك، في ابراهيم سعيد، في لعيبه كتير. ابراهيم سعيد ده ولد، لا حدوته ولد بصراحه. ابراهيم سعيد هو ظلم نفسه، ابراهيم سعيد وصل ان هو كان مدافع احسن لاعب في مصر. لا لا لا، الولد ده كان يروح في حته تانية خالص، يعني حتى ايفرتون اللي هو لعب فيه ده كان يعديه. كان اول لاعب يطلع من الدوري المصري للدوري الانجليزي انتقال دايركت، كان ابراهيم سعيد وقتها. لا احنا عندنا لعيبه كتيره، شاول مواهب كتيره، زيدان، يعني في لعيبه كتيره جدا الحقيقه كانت تستحق الحقيقه انها تروح لبعيد جدا. احنا لو رجعنا للقائمه، نروح للقائمه بقى سريعا. عندنا يوسوفا موكوكو ده 18 لاعب سنه، لاعب منتخب المانيا شارك في البطوله. اليوم اللي شارك فيه موكوكو مع منتخب المانيا كان بيبلغ من العمر 18 عام و3 ايام. كمان عندنا الاسترالي جراند كول، وده ليه قصه شهيره طبعا، حضرتك عارف ان هو والده ووالدته من السودان، وكان هو اتولد ويعني قعد فتره في مصر حتى، يعني على سبيل قعد عندنا في مصر وقعد في عين شمس كمان يعني وبعديها هاجر ربنا فتحها عليه احمد عايز هاجر
كبير وراح لعب كاس العالم، ولو كان قاعد هنا كانش هيلعب برضه كاس العالم، هيتحرك من اول عباس. هاجر لاستراليا بعدها وقدر يشارك في كاس العالم وهو عمره 18 عام وشهرين. عندنا تقول لي ما اعرفهمش، خد بقى الثالث جابي. جابي بقى جابي. واحد فاز بافضل لاعب افضل موهبه صاعده في العالم السيزون دوت. طبعا جابي لاعب وموهبه برشلونه. كم سنه بقى شارك في البطوله وهو عنده 18 سنه وثلاث شهور. عندنا بنت بتاع منتخب كوستاريكا شارك في البطوله وهو عنده 18 سنه وخمس شهور. واخيرا بالدي شارك في البطوله وعنده 19 سنه وخمس شهور. طبعا صحيح. مواهب شابه وجرأة بصراحه يحسب للمديرين الفنيين للمنتخبات دي ان قدرت تاخد قرار ان تشرك اللعيبه دي في اكبر منافسه او اكبر بطوله في على مستوى كره القدم يعني. انا شايف ان الجرأة دي بتبين شكل المونديال. المونديال يعني النسخه دي بتبين ان مفيش منتخب في دور المجموعات كنا شفنا مفاجات كتير قوي. ليه؟ لان شايف ان اغلب الجرأة طبعا في جرأة باينه قوي. المنتخبات الصغيره بقت جرأت على المنتخبات عارف الكبيره. عارف بص احمد، بعد دور المجموعات قلت انه لو المدربين عندنا في مصر هنا في الدوري الممتاز لعبوا بنفس الفكر او استفادوا يعني من فكره العالم. انه منتخب زي اليابان بيلعب قدام اسبانيا والمانيا ولا همه، منتخب زي الكاميرون بيكسب برازيل، منتخب زي تونس بيكسب فرنسا، السعوديه بتكسب الارجنتين. قلت لو الجيم المفتوح وانك انت تلعب كوره وتكتيك وخطه وتحط سيناريو كل ماتش، الدوري ده هيروح في حته ثانيه خالص. في حته ثانيه خالص. وده اللي يميز الدوري الانجليزي على كل دوريات العالم، ان مفيش فريق صغير يعني. مانشستر يونايتد مثلا بطل الدوري او ليفربول بطل رايح يلعب مثلا بيخسر رايح يلعب مثلا ويست بروم اللي في المركز العشرين وبيخسر في ملعب ويست بروم. هو التنافسيه زي ولا ليستر يطلع من ده من تحت من بالظبط يفوز اكبر دوري على مستوى مفيش نجوم فيه يعني. ساعتها كانش فيه نجوم اصلا كانتي كلهم بعد كده بقى كلهم بعد كده بقى نجوم طبعا. بس هنا المديرين الفنيين يا استاذ احمد برضه خلينا نتفق ان كل مدير فني خايف على منصبه يعني. هو عارف ان هو لو فتح خطوطه قدام النادي الاهلي او نادي الزمالك ولسه مثلا ما انت بتخسر بقى بالظبط. ما انت كده كده هتخسر. ايوه ما انت كده كده هتخسر. انت كده كده ميت يا شاور زي ما بيقولوا يعني. ما انت كده كده هتخسر. هو المشكله فعلا كله خايف على المركز بتاعه. طب ما انت كده كده هتخسر. وبتيجي على فكره يعني انا بقى امتى بقى اللحظه اللي تستمتع بيها بماتشات الدوري المصري؟ في اخر مثلا خمس ست اسابيع عشان كله بقى خلاص الحسابات بقى بتاعت النقطه ما تنفعش. يا اما بتهرب من هبوط فبتلعب باقصى باور، يا اما بتنافس على قدام فبتلعب باقصى باور. طب يا جماعه كمل اول اللي حصل مع كابتن شوقي غريب في نهايه السنه في الموسم الماضي. فاز قدر يفوز في خمس وكان الجميع متفاجئ ان ازاي المقاولين العرب بيفوز. فاز على فاركو في اسكندريه وفاز كسب بتاع اربع او خمس مباريات. طب فين الاول؟ التحكيم كام على 10 احمد في البطوله دي؟ والتقنيات الجديده شايفها يعني ازاي؟ التقنيات الجديده ليها دور كبير قوي جدا، وحتى باين في الوقت الاضافي اللي هو بقى. طبعا اعتقد ان بعد ما يخلص كاس العالم هيبقى الموضوع لو احنا في الدوري المصري اتحسب. بيتهيألي ما اعتقدش ان احنا هنشوفه بعد كاس العالم ولا لا. انا بشوف ان احنا هنشوفه. لا انا بقول هنشوفه ليه يعني ماتشات 10 دقائق وربع ساعه دي هتحصل تاني؟ هتحصل فمش هنبقى مصدومين. يعني هيبقى عندنا قابليه. انما احنا لما كنا بنوصل مثلا 7 دقائق يا نهار ابيض ده تحس ان ده بيجامل النادي فلان، ده بيجامل النادي فلان. انما دلوقتي بعد كاس العالم مفيش حد بيجامل حد يعني. 7 دقائق دلوقتي وبيحصل فيها اهداف وبيحصل. ماتش كوريا الجنوبيه كسبانه البرتغال في الدقيقه 93 واليابان كسبانه اسبانيا برضه في الوقت الضائع والمانيا نفس الكلام. فالوقت الاضافي او التكنولوجيا اللي دلوقتي اعتقد ان هي بقى ليها دور كبير. طيب بمناسبه كلامنا على الحكام خلينا نروح للحكام او اكثر القارات اللي بيشارك حكامها في بطولة كأس العالم. تمام عندنا قارة أوروبا بيشارك منها 9 حكام بيليها قارة أمريكا الجنوبية بيشارك منها 6 حكام قارة آسيا ب5 حكام وأمريكا الشمالية وأفريقيا متساويين ب4 حكام لكل قارة. يمكن يعني قارة فيها 3 دول ولا 4 دول أمريكا سواء قارة فيها 52 دولة ولا مش عارف يمكن يكونوا وصلوا لأكتر دلوقتي من 52 أنا آخر معلوماتي وقفت عند 52 دولة 52 تقريبا ممكن بجنوب السوداني ب 53 تقريبا يعني 4 حكام من هنا و4 حكام من هنا برضو بالظبط. ويمكن كمان الإشارة مش لطيف من مستوى التحكيم الأفريقي. احنا عندنا كمان في يعني احنا عندنا طول عمرنا في أفريقيا مش بتكلم على مصر مميزين. عندنا في افريقيا حكام مميزين جدا. الحكم نهاية القرن غربال غربال موجود على فكره كان قبل كده كان في من موريشيوس اعتقد كيم كيم لي
شونج او شونج تقريبا, تقريبا كان صح. كان كويس جدا, كان مميز جدا. وكان في حكم تاني من جنوب افريقيا كيملي شونج بالظبط كده, كان في حكم من جنوب افريقيا اعتزل قريب برضو. لا من جنوب افريقيا ده من سنتين كده. لا من المغرب رضوان جيد. المغرب رضوان جيد دلوقتي. من جنوب افريقيا موجود فيكتور جوميز. هو في اربع حكام عندنا, مصطفى غربال طبعا كلنا فاكرينه الحكم بتاع فرقه, مصطفى غربال ده لسه موجود, هو وفيكتور جوميز دول موجودين لسه. في اثنين بقى مشيوا, البكاري جسامه ده خلاص غادر مش هيكمل, وسكازوي غادر ايضا البطوله مش هيكمل. بدر بانون بيجهز اهو عشان ضربات الجزاء طبعا, هينزل طبعا مميز جدا رقم واحد ضربات الجزاء, رقم واحد ضربات الجزاء بدر بانون, او عشان يزود برده الناحيه. لا اعتقد ان هو ما هو يعني برضه ضربات الجزاء ليها دور, هو طبعا بدري بنون هيبقى طبعا اضافه برضه ان هو يبقى يامن حته الخط الخلفي. واعتقد برضه نزل في اصابه في يعني في لعيب خط الدفاع, ده تاني اصابه صحيح, هيعوض لاعب مصاب, ده تاني اصابه لمنتخب المغرب. انا قلت لك المجهود البدني بتاع منتخب المغرب خلاص حمل بقى زياده, هم عملوا ماتشات كبيره 120 دقيقه برضه قدام اسبانيا مجهود كبير, ولعب مين في دور المجموعات بلجيكا وكرواتيا, حتى مباراه كندا كلها سرعات, مشوارهم صعب قوي, صعب قوي, وتطلع اول المجموعه. فالمغرب بصراحه يعني حتى لو خرج لازم نرفع لهم القبعه بصراحه. طيب خلينا نروح بقى لماتشات دور الثمانيه. واحد هولندا ارجنتين, بوينوس ايرس 78, نهائي كان من النهائيات اللي ما بتتنسيش يعني, دايما في نهائيات كده زي المانيا والارجنتين 86, زي برازيل وفرنسا 98, في نهائيات برضو كده بيبقى طبيعه المنتخبين يعني, عارف ازاي مثلا ما اقول لك ايه, اسبانيا وهولندا 2010 فاهم قصدي, في نهائيات كده بتبقى مختلفه شويه وتفضل في الذاكره فتره كبيره. والاثنين منتخبين عندهم كوره, 98 كمان هولندا والارجنتين بس مش في مش في 2014 قبلوا بعض, قبل النهائي وقبلوا بعض بالظبط, كسبوا الارجنتين كسبت وصلت لعبت المانيا في النهائي, المانيا في الفاينل. كفت مين اكتر اتقل يا ابو حميد؟ هولندا دي مفاجاه, فاجئتني هولندا يعني لويس فان جال حتى قال تصريح النهارده في المؤتمر الصحفي, قال لك احنا زي ما قلت لك تقلق منه دايما طالع بالغير المتوقع. هولندا كانت اتقل من المنتخب الارجنتيني يفتقد للحلول, منتخب بيعتمد على المنتخب عنده ميسي ولوتارو ما هو يفتقد, ما هو لوتارو ما بقاش بيلعب لان هو خزله, بلاش لوتارو طبعا هو خزله, بدا بالمباراه السعوديه خزله, فبدا يغير وبيلعب الفاريز, جوليان الفاريز هو بقى بيلعب ربنا عوض ميسي, عوضه شويه بصراحة. لكن المنتخب يفتقد للحلول ما عدا ميسي صوتاره تقيل قوي, يمكن مش موفق, مش موفق في حالته, بيبقى طبعا هو لعيب تقيل جدا يعني. انا اشوفه ممكن تاني واحد في الارجنتين, انا شايفه اقوى من الفاريز على مستوى الاسماء يعني, على مستوى الاسماء ممكن لوتارو يجي بعد ميسي على مستوى الاسماء, ولكن على مستوى الاداء انا شايف ان دي ماريا كمان لو يعني هو بنسبه كبيره هيشارك في مباراه هولندا هيكون, انا بقى بختلف معاه, احمد قال هولندا انا قلت الارجنتين, ارجنتين قايمه بيناني بس حاجه, هو دي ماريا مش هيشارك ماتش هولندا برضه, هو في محاولات لتجهيزه, حتى لو تجهيزه حتى لو جاهز هولندا. اسكالوني مدرسته اصلا دفاعيه, هو بيعتمد ان هو بيدافع, عنده طول بال غريبه, هو بيعتمد ان هو يدافع, وخاصه كمان مباراه بقت يعني اتصعبت, فبدات تخرج مغلوب, فمش عايز ايه اللي هيبقى عنده نفس اطول في ان هو ما يستعجلش المكسب. اعتقد هو اللي يقدر, وعنده طبعا ميسي ممكن زي ماتش المكسيك شفنا ميسي خطف في جون طبعا ده هو بيعتمد على مباراه استراليا ميسي برده اللي فتح منتهى الخطوره, انك تبني رهانك على لاعب واحد مهما كان اسمه مهما كان حجمه, ده اللي بتكلم انا فيه. منتخب هولندي منتخب جماعي بالذات لما تكون منتخب كبير يعني, مهما كان مهما كانت عظمه ميسي مهما كانت امكانيات ميسي كمان. ما ينفعش اراهن على اسم منتخب الارجنتين على على, على 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 لاعب واحد, بس هو هو ممكن يبقى مش يومه, ممكن يتصاب, ممكن يطرد, ممكن يتمسك لحد دلوقتي بصراحه, لحد دلوقتي ميسي قادر يكسب الرهان. مين افضل لاعب في البطوله من وجهه نظرك يا بلال؟ ميسي افضل لاعب يا احمد. امبابي افضل لاعب صاعد, افضل لاعب مفاجاه, افضل لاعب اتولد في البطوله دي. بلينجهام طبعا, بلينجهام صاعد وافضل لاعب اتولد في البطوله ديت, واحنا كنا قلنا هنا برضو معاك احمد ان قبل البطوله ان بلينجهام هيبقى مفاجاه البطوله. صحيح. في كذا لاعب مميز ولكن بلينجهام ابرزهم طبعا, هو اللي البطوله دي تعتبر انت يمكن حضرتك كنت قلت كمان بلينجهام, مستني تشوفه, ما اتولدش في كاس عالم دوليا يعني, هو كان متالق قبلها ممكن يعني اسمه من قبل حتى البطوله والصراع على بلينجهام, بس انت حضرتك قلت لو حضرتك تفتكر في الحلقه قبل كاس العالم قلت انا مستني اشوف مردود بلينجهام في بطوله كبيره زي كاس العالم
المنتخب اه، فهو يعني بيرد على حضرتك بقى في البطوله وبيقول لك ايه لا ده لعيب كبير كواليتي مختلف. مثلا مثلا فاجئني لعيب اللي هو كودي جاك او جاك بتاع طبعا مميز جدا ده بالنسبه لي كان من المجهولين، بس هو متالق مع عند هوفن اصلا يعني هو حتى عامل جايب تقريبا 11 هدف. ما اتفرجش على الدوري الهولندي بصراحه محمد لا فان ستوري عامل في اليوروبا ليج كمان مع عند هوفن عامل اداء كبير. جابكو لعيب كبير جدا يعني. لويس فان جال النهارده قال تصريحين خطيرين جدا يعني. قال لك في اول حاجه احنا لينا حاجه عند الارجنتين عايزينها. تاني حاجه الله ده سمع كابتن سيد قبل كده اقول له تاني حاجه قال لك ميسي والكره مش معاه بينقص الارجنتين. هو قال كده، قال لك ما بيدافعش فاحنا نقدر نجيب هدف ساعتها. هو قال كده. طيب نروح للمواجهه الثانيه، كرواتيا في مواجهه البرازيل. البرازيل مع انها تبقى مباراه كبيره ومنتخب كرواتي منتخب كبير، بس البرازيل لا انا اعتقد ان البرازيل بعد المستوى اللي قدموه امبارح والحاله اللي فيها المنتخب البرازيلي، البرازيل خاصه كمان كرواتيا زي ما قلت لحضرتك ارتفاع معدل الاعمار مع ال 120 دقيقه اللي هم لعبوها امبارح هيبقى ليها عامل كبير في ترجيح نار نار نار. فرنسا وانجلترا ضرب نار، ماتش هيبقى جامد جدا جدا جدا. فرنسا انجلترا لا ده انا نسجل بقى عشان ايه عشان نحتاج الحاجات دي، ريتريف الحاجات دي. المغرب ولا اسبانيا في مواجهه البرتغال في ظني يعني؟ يعني ان شاء الله المغرب يعني نتمنى المغرب ولكن زي ما قلت حضرتك بالعقل والمنطق اسبانيا تصعد يعني. البرتغال لو كسبت سويسرا بطلة العالم. بطلة العالم على كل الاحوال. اتمنى انكم تستمتعوا بالبطوله زي ما احنا ماشيين في نفس التراك، واتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق رجالتنا. بكره ماتش بكره مهم جدا بالنسبه لنا على مستوى الاداء وعلى مستوى النتيجه، وننتظر ان عوده بعض الاسماء او ظهور بعض الاسماء لاول مره يصنع الفارق ويرجع متعه الاداء للنادي الاهلي ان شاء الله تحت قياده كولر في مواجهه المحله بكره. بشكركم على المتابعه، بشكر ضيوفي احمد مصطفى بلال محسن، شرفت ونورت في السادسه واستمتعنا بيكم. ونتقابل بقى قبل دور الاربعه بقى او الدور قبل النهائي ونشوف مين وصل ومين كان توقعاته صح. اشكركم مره ثانيه، نورتونا وشرفتونا. شكرا استاذ احمد، واحنا كنا سعداء ان كنا مع حضرتك النهارده، وان شاء الله تبقى دايما يعني الحلقه مميزه مع حضرتك ان شاء الله باذن الله. شكرا يا احمد جدا يعني، مبسوط جدا دايما انا معاك، نستمتع بيكم دايما وبستمتع طبعا بمتابعتكم لينا، وبشكركم ونتقابل على كل خير دايما على شاشه الاهلي.